مختلف الجامعات، الأمر الذي أعاد التساؤل حول نجاعة هذا النظام، خصوصا وأنه لا يضمن للمتخرجين ولوج عالم الشغل. العينة من كلية الهندسة بجامعة سعد دحلب بالبليدة، أمين معيز والمزيد. في وقفة أرادوها أن تكون صامتة بعد 3 أسابيع من الاحتجاج داخل الجامعة، هذا ما فضله صباح اليوم العشرات من طلبة معهد الهندسة المعمارية والعمران بجامعة سعد دحلب بالبليدة للمطالبة بحقهم في الاعتماد. أنا ديمونديو في حاجة بسيطة وهي حقنا في الاعتماد، لاخاطش من الكلاسيك كان عندهم الحق الاعتماد وعندهم الحق باش يفتحوا ان بيرو ديتود بريفي ليهم، احنا ما بغاوش يعطونا هذا الحق اللي هو حقنا مشروع، مي دو كان عارفين باللي طول ديموندينا باللي ان انجاجمون باللي انا نقريكم في البروبليم تاعكم. 3200 طالب بمعهد الهندسة أضحى مصيرهم مجهولا، خصوصا بعد عدم حصول الدفعة المتخرجة في السنة الماضية على الاعتماد لولوج عالم الشغل. On a accepté ce LMD forcément ما عندناش واش نديرو و ا شاك فوا يمبوزيو لنا اون لوا هكذا اللي تحب تكسرنا واللي انا ني ماستر 2 صافي 5 اون وحنايا نقراو ونتعبوا بوكو سوفرانس ومن بعد مع لا فان يقول لك ما كاينش لا غريمون. انشغال الطلبه نقلناه لرئاسه الجامعه والتي اوضحت بان حل الاشكال سيكون في المستقبل القريب. درنا معاهم عدد لقاءات وسينا كيفاش نفهموهم باللي هذا البروبليم تاع لاغريمون لو ديكري 98 راهو رايح يتبدل. وزير التعليم العالي والبحث العلمي راهو الى غاسوري راهو قال له باللي اجراءات ديجا انحطت ولي شوز سون اون كور. الاحتجاجات المتكررة لطلبة نظام LMD في مختلف جامعات الوطن أضحت تطرح الكثير من التساؤلات حول مدى نجاعة هذا النظام المستورد في غياب الآلية المطلوبة للعمل به. دوليا وفي تونس تأكد رسميا مرور كل